مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهم، ورئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر مع القيادات والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. بعد إعلان وفاة رئيسي وعبد اللهيان، إيران تعلن تولي محمد مخبر النائب الأول للرئيس مسؤولية البلاد مؤقتا، وتعيين علي باقري قائما بأعمال وزير الخارجية. جالانت يتعهد بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، والجنائية الدولية تحمل نتنياهو وجالانت المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في غزة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعت مصر بمزيد من الحزن والأسى رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم الذين وافتهم ألمانية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بوسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. كما أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. تقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث طائرة مروع. ودعا وزير الخارجية أن يتغمد الفقيدين ومرافقيهم برحمته، وأن يلهم ذويهم وشعب الإيراني الشقيق الصبر والسلوان. هذا وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم المروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية. وبعد عثور فرق الإنقاذ على حطام طائرة الرئيس، أظهرت الصور أن الطائرة تحطمت على قمة جبل وأنها احترقت بالكامل. بدوره أعلن الهلال الأحمر الإيراني العثور على جسامين جميع ركاب الطائرة 9، حيث كانت تقل أيضا مسؤولين 2 إلى جانب رئيسي وعبد اللهيان، إضافة إلى 5 من بين مرافقين وطاقم المروحية. وأكد الهلال الأحمر الإيراني أنه سيتم نقل الجسامين إلى مدينة تبريز عاصمة المحافظة. بدورها أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه ستقام غدا في مدينة تبريز، موضحة أن الجسامين سيتم عرضها على الطب الشرعي. بعد عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات خلال الليل وفي ظروف جوية صعبة بالغة البرودة والضبابية، أعلن رسميا عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما والوفد المرافق لهما في أثناء عودتهم من الحدود الأذرية. فرق البحث الإيرانية كافحت خلال الليل عواصف ثلجية وتضاريس وعرة في منطقة ورزقان الجبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية لتتمكن في النهاية من الوصول إلى حطام الطائرة في الساعات الأولى من الصباح. بحسب جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، فإنه عند العثور على موقع التحطم قرب حدود أذربيجان لم تكن هناك أي علامة على أن ركاب المروحية على قيد الحياة. بعدها أعلن الهلال الأحمر أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث الرئيس ووزير الخارجية وثمانية أشخاص آخرين بين مرافقين وطاقم الطائرة ليتم نقلهم إلى تبريز مركز المحافظة، معلنا انتهاء عمليات البحث. وعقب تأكيد خبر الوفاة، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا أعقب اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء أكدت فيه للشعب الإيراني أنها ستواصل العمل من دون أدنى خلل في إدارة البلاد. فيما أعلن مجلس صيانة الدستور تولي محمد مخبر دزفولي النائب الأول للرئيس مقاليد حكم البلاد مؤقتا بعد موافقة المرشد علي خامنئي.
هذا وعينها مجلس الوزراء الإيراني نائب وزير الخارجية علي باقري قائما بأعمال وزير الخارجية حسب ما ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء، ذلك بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة رفقة الرئيس إبراهيم رئيسي وآخرين. بدوره أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي الحداد العام في البلاد لخمسة أيام بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. وأوضحت وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية نقلا عن خامنئي أن النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر يتولى السلطة التنفيذية في إيران وفقا للدستور، مشيرة إلى أن أمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات. بدورها نعت الحكومة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم. وخلال اجتماع طارئ بحضور محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل ورئيسي البرلمان والسلطة القضائية، أوضحت الحكومة أن مخبر أكد استمرار الحكومة في إنجاز مهام السلطة التنفيذية بشكل كامل، وأن رئيسي البرلمان والسلطة القضائية أكدا تعاونهما معه لإنجاز مهام السلطة التنفيذية. كما أعلنت الحكومة تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية عقب وفاة الرئيس. بدوره أكد مجلس صيانة الدستور في إيران أن النائب الأول الرئيس سيتولى مهام الرئاسة، مشيرا إلى أن ملء الشغور الرئاسية سيتم وفقا للدستور دون أي خلل. ولفت المجلس أنه سيتم تشكيل مجلس للترتيب للانتخابات خلال مدة تقدر ب50 يوما، حيث سيتولى الرئيس الإيراني القادم مهام الرئاسة ل4 سنوات. تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة في البلاد، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر سقوط مروحيته بالقرب من حدود أذربيجان. تاريخيا واجهت إيران فراغا رئاسيا في مناسبتين، الأولى في يونيو عام 1981 عندما قرر مجلس الشورى تنحية أول رئيس للبلاد بعد الثورة وهو أبو الحسن بني صدر لعدم الأهلية السياسية، وتكرر السيناريو ذاته في العام نفسه عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة. وتنص المادة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة، وحاليا يشغل المنصب محمد مخبر دسفولي، أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس ومسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى. بعد ذلك يتم تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون 50 يوما، هي إجمالي المدة الانتقالية. We'll be right back.
هذا ونعى عدد من قادة الدول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، وأعرب القادة عن صادق مواساتهم للشعب الإيراني معربين عن تضامنهم مع إيران حكومة وشعبا في هذه الظروف الصعبة. كان الرئيس الإيراني الراحل يستقل طائرة مروحية أمريكية الصنع من طراز بيل 212، حيث تعد هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات المروحية انتشارا حول العالم، وتعتبر من طراز النقل الثقيل، وتتمتع بتصميم يسمح بأداء متعدد المهام بكفاءة عالية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لم يكن أول قائد دولة يلقى حتفه في حادث طائرة، وتعرض لحوادث مماثلة أكثر من 15 قائد دولة آخرين على مدار أكثر من 80 عاماً. We'll be right back.
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأعمال الجارية تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجمعي الأخضر المستدام. وخلال الجولة التفقدية أكد مدبولي أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق الربط بين مختلف المناطق وتيسير حركة المواطنين، وهو ما يخدم أهداف التنمية. كما تمت الإشارة إلى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميا، وذلك بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه. وعقب تفقده أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو. وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة على الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير كافة وسائل النقل الجمعي وفق أحدث النظم ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل دوما على تحسين خدمات النقل الجمعي للمواطنين. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب القضايا الإقليمية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر أصرت على أن يبقى معبر رفح مفتوحا، وسعت مع الشركاء الدوليين لإيجاد آلية لإدخال المساعدات الكافية لغزة. تأكيد سيطرت على مباحثاتنا القضية الفلسطينية وتطورات الحرب على غزة، وكان القضية مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة. تناولنا ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة من مأساة إنسانية حقيقية تعد من أبشع أزمات التي يشهدها تاريخنا المعاصر، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي واتساع دائرة الصراع، وهو ما شاهدناه بالفعل في اتساع دائرة الصراع إلى لبنان وإلى اليمن والبحر الأحمر وإلى التوتر الذي شاب العلاقات الإيرانية التركية الإيرانية الإسرائيلية. أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية، لأن الأوضاع تتفاقم إلى الأسوأ كل مدى، وضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة فتح كافة المعابر لتوفير المساعدات بالكم اللازم، وضرورة حماية العاملين في القطاع الإنساني. التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس منتدى دلفي الاقتصادي، ذلك خلال أثينا أو خلال زيارته الحالية إلى أثينا. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان وتفعيل مجلس الأعمال المصري اليوناني، إلى جانب دعوة الجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تطورات الأزمة في قطاع غزة وسبل احتوائها. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. في الشأن الفلسطيني، أطلقت زوارق الاحتلال الحربي عدة قذائف وفتحت نيرانها قبالة شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية. جاء ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية لليوم 27 بعد 200 على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في محور نتسرم جنوب مدينة غزة أطلقت
قذائف على المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارتين على الأقل على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت إن إسرائيل تعتزم توسيع اجتياحها العسكري لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وفي بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع، أكد جالانت خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سلوفان التزامه بتوسيع نطاق العملية البرية في رفح الفلسطينية لحين تحقيق هدف تفكيك حماس واستعادة المحتجزين بحسب البيان. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أعلنت أن إسرائيل أجبرت 810 ألاف من المواطنين على النزوح قسراً من مدينة رفح الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين. وأكدت الأونروا أنه في كل مرة تشرد فيها عائلات تتعرض حياتها لخطر جسيم ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم بحثا عن الأمان، نافية وجود منطقة آمنة. هذا وحذرت الوكالة الأممية من أن عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. ملتزمون بتوسيع نطاق العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، هكذا طمأن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارته تل أبيب. زيارة سوليفان جاءت بعدد من المهمات أبرزها بحث سبل ضمان هزيمة حماس مع المسؤولين الإسرائيليين، ولكن مع تقليل الضرر على المدنيين الفلسطينيين. وقال سوليفان إن موقف الرئيس جو بايدن ثابت بشأن رفح الفلسطينية، ورغم تحذيرات الولايات المتحدة المتكررة بل وتحذيرات عشرات الدول من اجتياح رفح الفلسطينية بشكل موسع، لا تتورع إسرائيل وقادتها عن التشدق ليلا ونهارا بنيتها توسيع عملياتها البرية أيا كانت العواقب، في تحدي صارخ للإرادة الدولية والقانون الإنساني الدولي. ومن باب حفظ ماء الوجه، ربما أتى سوليفان إلى تل أبيب بمقترح من سلسلة إجراءات وصفها بالملموسة لضمان زيادة المساعدات إلى قطاع غزة، بالتزامن مع تشغيل الرصيف البحري المؤقت لنقل المساعدات إلى القطاع، والذي قالت عنه وكالة أونروا إنه لا يغني عن أهمية وصول المساعدات بريا، مطالبة إسرائيل بفتح المعابر مع قطاع غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة لليوم 14 على التوالي، مما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع المحاصر. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع. وكان برنامج الأغذية العالمي أكد الحاجة لوصول آمن ومستدام للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة، لكن أوامر الإخلاء الإسرائيلية حالت دون ذلك. طالب المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت. وقال المدعي العام إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية في غزة. بدوره وصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية، فيما قال زعيم المعارضة يانير لابيد إن إعلان المحكمة بشأن أوامر اعتقال محتملة لنتنياهو وجالانت تعد كارثة.
طلب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة. وخلال كلمة ألقاها بمنتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة، قال وزير الخارجية القطري أنه لا توجد إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض، مضيفا أن التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل، معتبرا أن سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما. قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر مايو الجاري. وخلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الأيرلندية الكبرى بين عامي 1845 و 1852 بالعاصمة لندن، أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي أن موقف بلاده من قضايا الشرق الأوسط واضح، ومؤكدا ضرورة وقف العنف فورا والوصول بالمساعدات الإنسانية دون عائق بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة. Day and night. I believe politics is about delivery. It's about people. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أطلقت نيرانها تجاه شاطئ النصيرات والزويدة وسط القطاع. كذلك شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد متأثرا بجروح أصيب بها قبل 4 أيام في معارك في شمال غزة. تجمع عشرات النازحين الفلسطينيين في شمال مخيم المواصي لملء الأوعية بالمياه، حيث يعيش آلاف اللاجئين في ظروف صعبة في ظل عدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة أو الصرف الصحي أو المراحيض. وحذرت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية من تفشي الأمراض في غزة بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، خاصة مع بداية الصيف. هنا في شمال مخيم المواصي، حيث يعيش آلاف اللاجئين في ظروف مزرية، يتجمع عشرات النازحين الفلسطينيين لملء الأوعية بالمياه في ظل عدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة بسبب تدهور البنية التحتية جراء الحرب. معاناة هؤلاء اللاجئين تفاقمت بسبب حرارة الصيف المرتفعة في المخيم المكتظ بعد فرار الآلاف من مدينة رفح الفلسطينية مع بدء إسرائيل هجوما عسكريا جديدا في المدينة. بنيجي مسافات شاسعة عشان نعبي بس قربة مي أو قربتين، والمي دائما فالمي المالحة برضو ما فيش موجودة، فيش أبار، فيش خدمات، يعني عندنا الخدمات الإنسانية معدومة جدا، عندنا دورنا انهدت اتدمرت، أولادنا راحت ساكنين بخيم، الحر دبحنا، يعني الأمان إحنا عايشين بذل. بدنا مية، بدنا أكل، بدنا شرب، بدنا عيشة كريمة نعيش ونروق على بيوتنا، وبدنا خيام مش لاقيين إيش نعيش فيها. كل الأطفال عايشة، كل الدول عايشة زي كويسة كريمة إلا دولتنا وإلا أولادنا، هدول هايهم مرميين في الشارع، بدهم كل إشي، بيحتاجوا كل إشي. وفي ظل هذه الظروف يعتمد جميع سكان غزة تقريبا على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، حيث أعاقت القيود الإسرائيلية الجهود الإنسانية، ما تسبب في انتشار الجوع وترسخ مجاعة شاملة في شمالي غزة بحسب الأمم المتحدة. حياة لا تطاق، لا في مجاري ولا في مية، يعني مية احنا بننقلها قاعدين من البحر، بيجي 5-6 كيلو بنمشي علشان نجيب 4-5 سطول مي، وفي الاخر كلنا بكبكب مننا في الطريق، فيش الا حدا مدور ولا اي جهه مدور علينا تجيب لنا مي، تجيب بلديه تيجي تنظف فان علينا على الزباله مرميه والدغام مطرح القصف، يعني فيش حياه معدومه نهائيا.
إلى ذلك حذرت منظمة أوكسفان الخيرية الدولية من تفشي الأمراض في غزة بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والتي تقدر قيمتها بنحو 210 ملايين دولار فضلا عن النزوح الجماعي وبداية الصيف. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 26 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم أسرى سابقون. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب. وأشار البيان لأن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر بلغت نحو 8800. نظم عدد من المواطنين الإسرائيليين من أهل المحتجزين في غزة مظاهرة للمركبات في شارع أيلون بتل أبيب تطالب بإتمام صفقة تبادل المحتجزين فورا. يأتي ذلك فيما قاطع عدد من أهل المحتجزين جلسة داخل الكنيسة للمطالبة بعقد صفقة لإعادة المحتجزين. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 7 مسيرات جوية فوق مقاطعتي بيلوغراد وكورسك. وتزامنا مع ذلك ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن هجوما بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بمصفاة سلافسانك للنفط في منطقة كراسنودار. وكانت روسيا أكدت في وقت سابق إسقاط ما لا يقل عن 103 طائرات مسيرة، منها 62 فوق مناطق روسية. في المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية في هجوم خلال الليل وعددها 29. وقال حاكم منطقة ميكولايف جنوب البلاد إن حطام عدد من المسيرات ألحق أضرارا بمسكن خاص وتسبب في اندلاع حريق. كما أسقطت الدفاعات الجوية 3 طائرات مسيرة فوق منطقة ليفيف غرب البلاد دون أن يبلغ المسؤولون المحليون يبلغوا بوقوع أضرار. واستهدف الهجوم أيضا منطقتي أوديسا وبولتافا بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مهاجمة منطقة خاركييف بصاروخ باليستي من طراز أكسندر إم. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيخضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة، وذلك بعد ساعات من إجرائه لفحوصات طبية. أوضحت الوكالة أن العاهل السعودي خضع لفحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل، مشيرة إلى أنه سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب. وفي السياق، أرجأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة إلى اليابان كان من المقرر أن تبدأ اليوم.
أكد رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي أن تايوان لن تتنازل فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية، داعيا الصين لوقف تهديداتها العسكرية والسياسية، كما أشار إلى أن السلام هو الخيار الوحيد. وخلال خطاب تنصيبه عقب أدائه اليمين الدستوري رئيسا جديدا لتايوان، أكد لاي تشينغ أن على الصين أن تتحمل المسؤولية مع تايوان لضمان السلام وتخليص العالم من خوف اندلاع الحرب. شهد العالم في عام 2023 موجة حر غير مسبوقة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.4 درجة مئوية، مما ترك آثارا مدمرة على مختلف الجوانب. وقد أدت تلك الموجة الحارة إلى كوارث بيئية في منطقة البحر المتوسط وولاية تكساس الأمريكية والصين وعدة بلدان أخرى، وقد أثر ذلك سلبا على السياحة والزراعة وحياة السكان. في عام 2023 شهد العالم موجة حر غير مسبوقة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.4 درجة مئوية، ما ترك آثارا مدمرة على مختلف الجوانب. وهذا الارتفاع في درجات الحرارة لم يكن مجرد ظاهرة عابرة، بل كان له تأثيرات واسعة النطاق ومتشابكة. منطقة البحر المتوسط عانت من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى لاندلاع حرائق هائلة في الغابات التهمت آلاف الهكتارات. هذه الحرائق لم تكن مجرد كوارث بيئية، بل تسببت في كوارث اقتصادية أيضاً، حيث أثرت سلباً على السياحة والزراعة والحياة اليومية للسكان المحليين. في ولاية تكساس بالولايات المتحدة انهارت الطرق والبنية التحتية بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل متطرف، ما أدى إلى إغلاقات وخسائر اقتصادية هائلة. وفي الصين واجهت الشبكات الكهربائية تحديات بسبب الأحمال الزائدة نتيجة لاستخدام أجهزة التبريد بشكل مكثف للتخفيف من الحرارة المفرطة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتأثيرات سلبية على الحياة اليومية والأعمال التجارية. تأثير ارتفاع درجات الحرارة لم يقتصر على البنى التحتية والاقتصاد فحسب، بل امتد ليؤثر على جودة الهواء والزراعة أيضا، فزادت معدلات التلوث الجوي بشكل كبير، ما أثر على صحة الإنسان والبيئة، وتأثرت الزراعة أيضا بانخفاض كفاءة الإنتاج وتدهور نوعية المحاصيل، ما أثر على الأمن الغذائي والاقتصادات المحلية. من هنا تتبادر الحاجة الملحة للتعاون الدولي والجهود المشتركة لمواجهة تحدي التغيرات المناخية والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة واعتماد استراتيجيات مستدامة للتكيف مع التغيرات المناخية، حتى يمكننا تجاوز العواقب الوخيمة لارتفاع درجات الحرارة وصون البيئة للأجيال القادمة. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة لنادي الزمالك وجماهير الفريق والشعب المصري بمناسبة تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، ذلك بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي أمس. وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الأداء المشرف لفريق نادي الزمالك يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة. كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنيا دوام التوفيق للقلعة البيضاء. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم. أشار مدبولي أن الاجتماع يهدف لتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، والتي تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لكافة جهات الدولة، بما في ذلك الهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50%
من رأس مالها في التأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي المحدد بالقرار بتريليوني جنيه. ألقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد في بالي بإندونيسيا. وخلال الكلمة أكد الوزير أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم. وأضاف الوزير أن مصر أكدت أهمية الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعامل والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. برعاية من السيد انتصار السيسي، اعتمدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024، وأعلنت أسماء الفائزين بها. عبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لما شهدته جائزة الدولة للمبدع الصغير هذا العام من إقبال كبير للمواهب الصغيرة الواعدة، حيث سجلت الجائزة في دورتها الحالية أكبر عدد من المتقدمين. شهد وزير البترول طارق الملا انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحري بالمواد البترولية، والتي تنعقد على مدار 3 أيام بميناء الحمرة البترولية في مدينة العالمين الجديدة. تضمنت التجربة تنفيذ فرق العمل لأعمال فرد الحواجز المطاطية لحماية الشواطئ السياحية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية بمدينة العالمين، وإنزال الحواجز البحرية المطاطية للمياه لاحتواء التلوث واسترجاعه. كما أكد الملا أن صناعة البترول والغاز الطبيعي لا تألو جهدا في تحقيق أعلى معايير التوافق البيئي وتدريب الكوادر البشرية على الأساليب والممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي، وكذلك توفير المعدات والمهمات اللازمة. شهدت محافظة الدقهلية ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 257,000 طن، ليرتفع إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية إلى أكثر من 2,557,000 طن قمح. هذا وقد تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة موسم القمح في حصاد 2024 وتذليل أي معوقات، تزامنا مع استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح خلال الموسم. في إطار تواصل موسم توريد القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية، ارتفعت حصيلة توريد القمح بمحافظة الدقهلية إلى أكثر من 245,000 طن بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، بالإضافة إلى توريد نحو 11,000 طن خارج نطاق المحافظة، فضلا عن أكثر من 1422 طن قمح محلية لإنتاج التقاوي. بهذا الحجم من الإنتاج يكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية أكثر من 2,557,000 طن. بتبدأ العربية بتخش الأول بتفرز الأول لجنة الفرز، وبعد كده بتخش على الميزان توزن قيم، وبعد كده بتخش على النقرة بتفضي، وبعد كده بتخش توزن صافي، ودرجات التقريض 3 درجات 22.5 23 23.5 حسب درجات النظافة. من هنا يبدأ تخزين القمح في خلايا الصومعة، عبارة عن 6 خلايا، كل خلية سعة 5,000 طن. بيتم طوال العام طول فترة تخزين القمح في هذه الخلايا عمليات صيانة دورية وفحص واستلام وتقليب ومتابعات درجة حرارة. وخلال موسم 2024 تم تحديد أسعار شراء القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر الإرداب بنقاوة 23.5 ب2000 جنيه، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، ولا تقل عن درجة نقاوة 22.5 قيراط. العربيات زي ما انت حضرتك شايف بتخش في لجنة الفرز، بناخد عينات متماثلة من السيارة على حسب درجات النظافة بنحددها على حسب، وبعد كده من خلال درجات النظافة بيتم سعر الأرداب. موسم ممتاز والتوريد ماشي بطريقة سليمة، وإن شاء الله رب العالمين عندنا من حيث النوع في 3 درجات،
الدرجة 22.5 ودرجة 23 ودرجة 23.5. ولمتابعة موسم القمح تم تشكيل غرفة عمليات لتذليل أي معوقات بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة، إلى جانب استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للسق، ذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبأشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. كما أعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. ختام نشرة، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهم، والرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. إيران تعلن تولي محمد مخبر النائب الأول الرئيس مسؤولية البلاد مؤقتا، وتعلن عن تعيين علي باقري قائما بأعمال وزير الخارجية. جالنت يتعهد بتوسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، والجنائية الدولية تحمل نتنياهو وجالنت المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في غزة. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة، شكرا لكم وإلى اللقاء.